طبعا هذا اليوم يوم جميل جدا، ويوم يعني عمان كلها تعيش عرس، عرس عمان. وبهذه المناسبة أني أرفع أسماء الآيات والتعويات والتبريكات إلى المقام السامي، إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد المعظم، وإلى الشعب العماني أجمعين بهذه المناسبة الغالية، وهي فعلا غالية علينا جميعا. وأعتبر هذا اليوم يعني سبحان الله في أعراس تجينا، في أعراس تمر علينا، لكن عرس عمان غير، عرس عمان غير، نكون متحضرين والكل فرحان، كبار صغار الكل يعني يكون فرحان بهذا اليوم. شيء في دمنا يعني، شيء في دمنا، هذا عمان، عمان غالية صراحة. ونحن إن شاء الله بإذن الله نمشي بما الله يرحمه صاحب الجلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه، أسسنا تأسيس صح، ورفع عمان وخلاها من الدول المتقدمة والدول الراقية. والآن إن شاء الله مع السلطان هيثم بإذن الله ماشيين وماضيين على ما كان كنا سابقا، وبإذن الله عمان في خير، عمان في نعيم، عمان دائما في ازدهار وفي تقدم. وحكومتنا الرشيدة السابقة رحمة الله عليه أسسنا صح وأعطى المرأة حقها، ووصلت المرأة إلى مراتب عليا، أصبحت الوزيرة والوكيلة، وأصبحت في مجلس الدولة سفيرة، في مجلس الشورى، أصبحت في كل المناصب، فأصبح لها مكانة كبيرة. فالمرأة العمانية نعم نحن نفخر بأنفسنا، نفخر بأنفسنا أن نحن بنات عمان، بنات قابوس الله يرحمه. وبإذن الله بتظل المرأة الآن مثل ما كانت سابقا في عهد الجديد، في عهد المتجدد للسلطان هيثم بإذن الله. والمرأة العمانية على عاتقها الآن مسؤولية كبيرة، بما أنها حصلت يعني خلاص حصلت مكانة كبيرة، وحصلت يعني مثل أخواتها اللي سبقونا في الدول العربية. برغم أني أنا أقول العمانية محظوظة كبير، محظوظة كثير، لأنها فعلا حصلت يعني كانت من الأوائل الدول المتقدمة اللي المرأة حصلت حقها. لذا نحن على عاتقنا مسؤولية كبيرة في تربية أبنائنا، ونكون قديرين بالتربية، ونغرس في نفوس أبنائنا حب الوطن، حب الوطن والسلطان. يعني شيء هذه لابد أن كل أم، لأن المرأة العمانية على عاتقها مسؤولية كبيرة أكثر من الرجل. المرأة هي قد يكون الطفل ترعرع في حضنها، ومن خلال الترعرع هذه قد تنقله دروس محبته لوطنه، ويصبح هذا فيما بعد شاب يعني تزخر بعمان، ويصبح فعلا شاب نافع لبلده. نحن كنا الشرف أن نحضر الاحتفال الرسمي هو العسكري، فكان فعلا حفل رائع جدا ومنظم ومرتب، يعني ترتعش الأبدان عندما نشوف ما شاء الله الأرض العسكري بقوته، وتدخل علينا الفرق الوطنية بحماس وحب وطن. ومن ثم عندما نشوف المرأة أيضا مشاركة أخوها، يعني المرأة العمانية هذه الثقة اللي ولتها هي الحكومة، هي الآن أصبحت في هذه الميادين، أصبحت في هذه الميادين قوية وشامخة. فخر لنا جميعا أن تكون المرأة مشاركة أخوها جنبا بجنب، وفي اتزان، وفي أيضا حياة، وفي عزة، وفي شموخ. سبحان الله، من توليت مسكت الجمعية من 97، وكل سنة تزداد مسؤوليتي. أنا أشوف المسؤولية تكون كبيرة على الإنسان يمسك مكان ويتواصل فيه، يعني لابد أنه يجيب الجديد، لابد أنه يعني أيضا يغير، لابد يكون له بصمة، لازم يكون شيء. ومن خلال هذا يعني المكان هذه حاولنا بقدر ما نستطيع أن نعمل يخلي التوعية. أهم شيء في الجمعيات أن نوعي المجتمع، المرأة والأسرة بشكل عام. إذا التوعية وجدت، تأكد أنه كما تذل كل الصعوبات. فنحن حاولنا بقدر ما نستطيع أن نعمل أول شيء توعية، نوعي المجتمع، نوعي الأسرة، نوعي الأم بدورها الحقيقي، وأيضا نخلق منها امرأة ناجحة في وطنها، وناجحة في تربية بيتها، وتكون قديرة من خلال الندوات والدورات والورش العمل والمناسبات. يعني جمعية صلالة بأمانة ما في شيء إلا ودخلنا فيه، لأن نحس هذا مسؤولية كبيرة، وهذا واجبنا تجاه وطننا وتجاه مجتمعنا. يجب أن نكون قديرين، يجب أن نكون قد هذه المسؤولية. أنا أشوف الجمعيات ترى مسؤوليتها كبيرة،
الجمعيات هين في وسط المجتمع وهن عندهن دراية بكل ما بيدور في المجتمع. لذا رئيس الجمعية أو مجلس إدارة الجمعية يجب أن يكون حريص جدا، ويجب أن يحافظ أيضا على مبادئه وعلى دينه وعلى أخلاقه، ويغرز في نفوس الأجيال إنه هذا أولا حب الله ومن ثم الوطن والسلطة. يجب أن نتحلى بهذه الصفات، ومن ثم بإذن الله نكون فعلا نساء ناجحات في مجتمعنا من خلال ما نقدمه من أعمال. والجمعية دائما تجدد أعمالها، ودائما يعني نسهر الليالي بحيث على أساس أن نقدم شيء، نعمل شيء لأجل أيضا المجتمع يستفيد والمرأة تستفيد. وكان مثل ما تعرفون دائما من أشطرة مستمرة، لدرجة أنه كثير يقولوا لي الله يا مروان أنت ما شاء الله عليك ما تملين، كيف أمل وهذا وطن تحته 1000 خط، هذا وطن، واللي يحب وطنه لا يمل، إن شاء الله من بيته يشتغل. واجبنا جميعا أن نقوم بدورنا، وأن نقوم سواء كنا في مراكز أو في مناصب أو في كراسي أو شيء أو في بيوتنا. هذا وطن مسؤوليتنا كبيرة، يفترض أن نتحلى بهذه الأخلاق وبهذه الآلية اللي نقدر نسخر فيها المجتمع ونسخر فيها الأجيال لحب هذا الوطن. أعتبر نفسنا شركاء مع الجهات الحكومية في أي شيء تقوم به الدولة وترغب في الدولة وترغب تشاركها، احنا جاهزين دائما دائما نحرص على المناسبات الوطنية. عندنا أمس أمسية شعرية، وكانت أمسية شعرية ناجحة. الخطط كثيرة والعقل وما شاء الله بيشتغل، والآن بقول ما أقول لك ما أقدر أن أقول لك إنه ما عندنا مادة صح، ولكن في الموارد البشرية موجودة، العقلية موجودة، والتخطيط موجود، وبإذن الله لنا رؤية كبيرة جدا. بس نتمنى من الجهات المعنية تساعدنا في هذا الأمر، وأيضا الشركات أن تكون داعمة لنا. الآن بنفكر في حاجة، بنفكر في الرؤية الاقتصادية لرؤية 2040. أنا ما أريد أي امرأة تقول ما عندي شيء، ما تقول امرأة ما أقدر أسوي شيء. أريد كل امرأة، كل امرأة بالذات منطقتي هنا، تكون قديرة وقادرة، وأن تكون في بيتها إنسانة ناجحة، بحيث أن تكون تخلق نفسها صنعة، تخلق نفسها ريادة أعمال. أي شيء، أي شيء يجيب لها فلوس ويجيب لها شيء عشان أنها يعني مثل ما تقول تمشي حياتها لأبنائها وأولادها وزوجها. يعني ما رد المرأة تطلب، ما رد المرأة تقول أنا ما عندي، ما رد المرأة تقول أنا ما أقدر. لا، المرأة قادرة طالما كل شيء متوفر وكل شيء جاهز، ودولتنا ما قصرت، يعني كل شيء متوفر لنا، بس أهم شيء نشغل عقولنا. لهذا رؤية القادمة هي رؤية اقتصادية. أفكر أن كيف أخلق من النساء رائدة أعمال. وعندي سابقا كنت فعلا عاملة حاضرة تقريبا حوالي 25 مشروع كان عندي في الجمعية، وهذا المشروع الحين طلعين اللي في سان مارت اللي في كل مكان متوزعات، هذا خرجين من الجمعية كلين. والحمد لله المرأة اللي دخلت الجمعية من خلال 97 إلى 2022 أنا أشوف المرأة ناجحة، أصبحت الآن أنا فخورة فيها في أي مجال، في أي مكان، في أي يعني الحمد لله. وإن شاء الله والجايات أكثر وأكثر بإذن الله إن شاء الله. كلمتي الأخيرة، أول شيء أوجهها للمرأة أن تكون امرأة قديرة، امرأة قادرة، امرأة لا تعرف الملل ولا تعرف الفشل، امرأة في بيتها قبل كل شيء، تكون ناجحة في بيتها في تربية أبنائها. لا أنا لا أنا أعاتب أيضا على المرأة وعلى الرجل أحيانا. الطلاق هذه، هذا الطلاق عمره ما كان حل، الطلاق هذه دمار، دمار للأسرة، البيوت يعني فيها أسرار. أنا عن نفسي وشل الرجل والرجل شلني، ويفترض نكون نحن كنا خلية في حب بعضنا البعض، ولكي نأمل أن نبني أسرة قوية. لذا أتمنى منها أن لا تعرف الفشل، وأتمنى منها أن لا تراجع، وأتمنى منها الصبر لكي تربي هذه الأجيال أبناء نافعين لعمان ولوطنهم. نفس الشيء كلمة أيضا موجهة للشباب، أتمنى من الشباب أن لا يتقاعسوا وأن لا يتراجعون. أي عمل يوجدوا فيه يشتغلوا، أي عمل مؤقت حتى يجي التخصص مالهم على ما يتوفر لهم الوظيفة أن لا يتوقفون أبدا، لا ينتظرون شيء يجيهم أبدا، يشتغلوا في أي مكان، أي مكان يشتغلوا فيه. الشباب ترى الحمد لله عندما يجد الواحد يعني مبلغ حلال له هذا نعمة، وعمان فيها خير،
عمان فيها خير، بس يفترض الشخص يبحث ايش اللي يناسبه. اما انا انتظر الوظيفة حتى تجي الوظيفة، لا ما بنتظر، لازم اعيش، لازم امشي اموري. وبعدين علمكم عمان فيها خير برغم التحديات وبرغم اللي بتمر فيه عمان، ولكن اقول لكم عمان فيها خير. عمان الجاي ان شاء الله باذن الله الجاي اجمل والجاي فيه خير، بس الصبر والتعاون. لابد ان نكون مترابطين، لابد ان نكون خلف حكومتنا الرشيده، يجب ان نكون بلدنا عمان خطوط حمراء تحتها، لا نخلي المؤثرات الخارجيه تاثر علينا، ولا نخلي الاشاعات الكاذبه، ولا نخلي الابتزاز الالكتروني هذه تهزنا. لابد ان نكون اقوياء، ولابد ان نكون حذرين، ولابد ان نكون يعني كل ما نطلعها نطلعها بوزن. وهذا التواصل الاجتماعي يعني اقول لك النظام ذو حدين، هو قد يكون في خدمه انسانيه وفي فائده، وقد يكون ايضا مضر اذا استخدم الطريقه اللي هي ايضا تسيء لي. لذا انا بقول تحيه وتقدير لكل عماني يحب هذا وطنه، يحب هذا الوطن ويخاف عليه. هذا وطن غالي لا يتجازى بثمن. لذا لابد نكون اقوياء، لابد نكون شامخين. نتذكر سلطان المرحوم سلطان قابوس، ربانا على الشموخ، ربانا على الحب، على الوطنية، ربانا أن نكون كيف صالحين، كيف نكون صالحين لهذا الوطن.